كنت جايه زهقانه، عندي باد مود، عايزه اعمل اي تغيير في شعري. وكنت جايه اعمل الحاجات المعتاده اللي متعوده عليها، بني، اصفر، الحاجات اللي بنعملها على طول دي. بس هم اقنعوني بصراحه النهارده ان انا غامر واعمل الالوان دي، السيلفر مع الكريزي كالرز، الحاجات اللي طالعه الموضه دي. ما كنتش متخيله انه هيطلع كده، ما كنتش متخيله انه هيستخدموا ماتيريالز يعني بالكواليتي دي. حافظت على شعري قوي، ما حسيتش اي تقصيف بعد الصبغه خالص. هي حاجه اسمها موبلكس، بتتحط على الصبغه، بتتحط على الاكسجين بتاع الصبغه، بتحافظ ان الشعر يفضل طري، بتخلي الشعرايه تستحمل الصبغه اللي هتتحط عليها، وبتطريها موت. مش قادره اقول لك، يعني يمكن حتى اطرى من قبل ما اعمله، يعني قبل ما اصبغه اصلا. كنتش متخيله انه شركه زي موهير، شركه كبيره بتعمل منتجات للشعر من زمان، ان هي تهتم كمان بالصبغه وتهتم ان هي تعمل لنا ماتيريالز تحافظ على شعرنا. بصراحه انا النهارده اتبسطت قوي من النتيجه دي، والمره الجايه هنعمل بروتين بيور موهير علشان احافظ على اللون ده اطول فتره ممكنه، وعلشان عوامل الجو اللي احنا عارفينها كلها بتضر شعرنا طول الصيف. هو المفروض انه بيطول الشعر، بيحافظ عليه، بيحافظ على الرطوبه في الشعر على اكبر وقت ممكن. واشوفكم بقى المره الجايه ان شاء الله، ونشوف النتيجه الفاينل مع بعض. النهارده جات لنا اكرام، كانت حابه تعمل لون في شعرها، وطبعا احنا اقنعناها بالسيلفر، بس هي كانت خايفه من السيلفر جدا، لان بتسمع ان الباودر بتقطع الشعر والكلام ده كله. فاحنا اقنعناها ان في موهير حاجات بتتفاعل مع الباودر، بتحمي الشعر جدا من الباودر اثناء التفتيح، وده اللي تم فعلا. استخدمنا موبلكس مع الباودر، حاجه موبلكس بس هو مش بيحمي الشعر من الصبغات والباودر، لا هو كمان بيعيد ترابط الروابط اللي اتقطعت في الشعر، تمام. فاحنا اقنعناها ان احنا نعمل لها سيلفر وحاجه كريزي كده ان شاء الله تعجبكم جدا. بدات معاها بان انا عملت لها الباودر تفتيح، واضفت اليه الموبلكس بتاع موهير، عشان اقدر احافظ على الشعر من التهالك ومن التقطيع والاستكه. كلنا عارفين ان الشعر دايما اثناء التفتيح بيحصل له عمليه تهالك، تمام، وده اللي بيخلي اكتر الناس تخاف تعمل سيلفر او البلوند او الرماديات عامه بصفه عامه. فبالتالي احنا لما استخدمنا لها الموبلكس، وحتى هي شافت النتيجه، كانت بتمسك الشعر وهو في الباودر مش مصدقه ان شعرها مش متقطعه ومش متاستكه ولا حصل فيها اي حاجه، تمام. وبعد كده اخدناها عملنا لها الشامبو السيلفر، الصبغه السيلفر، وعملنا لها حاجه كريزي ان شاء الله تعجبكم برضو. الكريزي، والكريزي بتاع موهير عندنا الكريزكس ما بتاثرش بالحراره، يعني احنا حتى ورينا الكاميرا درجه الحراره 460، الكريزكس ما تاثرش بيها خالص، ولا تاثر درجه ولا تفتح ولا حاجه. الموف هو بقى موف كات، مش لون مختلف يعني، تمام. عملنا لها حاجه سيلفر ومع الحراره ما طلعتش، اللي هي اغلب مشاكل الشعر العادي اللي الناس بتقول ان انا بعمل مثلا بودره تفتيح عشان ابتدي اعمل سيلفر، لان كلنا عارفين ان السيلفر درجات التفتيح بتاعته لازم تكون عاليه جدا، فبالتالي لازم عامل حمايه. استخدمنا الموبلكس، الكريزي كولر طبعا درجه الحراره ما بتاثرش فيه، فلا اكرام بقت مبسوطه جدا بالصبغه، وان شاء الله هنشوف لها لوك جميل. وان الكليزي كلر بتقعد حوالي 40 غسله، ان شاء الله الفكره تعجبكم، وثبات الالوان فيها كمان يعجبكم، لان هي جايه في درجات حراره عاليه جدا وما تاثرتش بيها، فان شاء الله هنشوف حاجه تعجبكم قوي. مكملين معاكم فقراتنا، وهنبتدي اهم فقره النهارده. هنتكلم على كل حاجه تخص الشعر مع استاذ احمد شوقي، رئيس مجلس اداره شركه موهير. هنعرف كل الاجابات اللي احنا عاوزين نعرفها يا بنات. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ منورنا النهارده. والله انا دايما بكون مبسوط لما بكون معاك. والله طيب، خلينا نسال على التقرير اللي احنا زعناه وشفنا لون الشعر حلو قوي طبعا. بجد هايل. اتعمل ازاي وايه الصبغه؟ يعني لما اروح مثلا صالون التجميل اقول له انا عاوزه درجه
كانت ايه؟ احنا اول حاجه علشان نوصل للنتيجه اللي احنا وصلنا لها دي لازم كنا نفتح الشعر لدرجه 11. اوكي، يعني يبقى الشعر فاتح لغايه درجه 11. دي كانت رقم واحد، فدي استخدمنا فيها الاكسجين والبودره بتاعه التفتيح الزرقاء، تمام، مع الموبلكس. تمام كده. اما وصلنا لدرجه تفتيح 12 اللي احنا عايزين نوصل لها، استخدمنا بقى حاجه تانية اسمها الكالر انفيوزد سيلفر او لون سيلفر جاهز. يعني هي درجه السيلفر احنا حطيناها في ازازه. تمام. بيعملوا بيها حاجه الكوافير بيقول عليها اسمها رنساج. ان احنا بعد ما فتحنا الشعر برافو بالظبط كده، بعد ما فتحنا الشعر وصلنا لدرجه 11 دي، تمام، مجرد ان انا بغسل الشعر على الحوض بالكالر انفيوز سيلفر بيبدا يطلع عندي اللون السيلفر اللي انتوا شفتوه اللي احنا عملناه والموف بالظبط، بدون اي خلطات، بدون اي مخلط صبغه على صبغه، بدون ما اعمل اي حاجه خالص. الموف ده بقى ديفرنت برودكت مختلف. الموف ده لا، ده جاي عندنا حاجه سيريز لاين جديد نزل اسمه الكريزي 6. تمام. الكريزي 6 عباره عن 6 الوان بيور، موف الاصفر والموف والاحمر والاخضر والبرجندي بالظبط كده. تمام. ولسه بيتضاف عليهم لونين جداد ان شاء الله، اللي هو هينزل، عارفه اللون البينك اللي كان نزل في الموبايلات؟ ده حقيقي، ده نازل برضو، ونازل لون تاني كمان جديد ان شاء الله باذن الله قريب يكونوا موجودين. اخر سؤال يعني بيجي لي مسجات كتير قوي من السعوديه وبلاد كتير، بيبقوا عاوزين يعرفوا انتوا موجودين في بلدان ايه. طيب حاليا احنا كشركه موهير يو اس اي اللي هي امريكا بقى، موجودين في مصر، خلينا ناخد افريقيا الاول. أوكي. عندنا مصر وليبيا وتونس. تمام، كويس كده. دي دول دول في افريقيا. بالنسبه للاريا بتاعت مش اسيا الاول، هناخد المنطقه بتاعت برضو نكمل شرق اوسط. موجودين في السعوديه والاردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات. أوكي. هنفتح سوق الهند والله إن شاء الله بإذن الله. أكبر سوق ضخم، أكبر شعور. بالظبط كده. هم متميزين يعني جدا بشعرهم يعني. فعندنا إن شاء الله حفل إطلاق المنتج في الهند إن شاء الله، هيكون يوم 21 الشهر ده. بشكرك جدا، ويا رب دايما نكون بنفيدكم، والأسئلة اللي أنتوا بتسألوها يعني إحنا عارفين إن الوقت صغير، بس إحنا بنحاول نجاوب على كل الأسئلة دي. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. كملوا معانا حلقتنا، ما تروحوش أي مكان، لسه مكملين مع دودي.